وللحديث أكثر عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان مع حلول الذكرى 46 للحرب الأهلية هناك، ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب. أهلا بك معنا دكتور شندب. حياك الله. أهلا بك دكتور. يعني تحذيرات من انهيار مرتقب للبنان إثر الحالة الاقتصادية المتأزمة، إلى أي مدى يساهم تعطيل تشكيل الحكومة في تعميق هذه الأزمة بداية؟ أكيد تعطيل تشكيل الحكومة له دور رئيسي في استمرار هذه الأزمة وفي تعميق هذه الأزمة التي هي بالأساس أزمة سياسية اقتصادية. لبنان يعاني من حالة إذا صح القول انهيار اقتصادي كامل يترافق مع سقوط سياسي لمجمل الطبقة السياسية التي هي التي ساهمت بهذا الانهيار. فساد المسؤولين السياسيين والمسؤولين الحكوميين في الدولة اللبنانية منذ نهاية الحرب الأهلية حتى هذه اللحظة أدى إلى هذا الانهيار الاقتصادي. العجيب أنك ترى الطبقة السياسية في لبنان تتقاتل من أجل مصالح سياسية ومن أجل مقعد وزاري فيما هم يختلفون حقيقة على التقسيمات والمغانم للاستفادة من واردات الدولة، فيما هم يختلفون حقيقة على تقسيم وسرقة ما بقي من أموال الناس وما بقي من موارد للحكومة وللدولة. للأسف انهيار اقتصادي، غليان في الشارع، فقدان لمعظم المواد الأولية، فساد لا مثيل له، استمرار في الفساد من قبل نفس الطبقة السياسية التي تحكم لبنان. هذا ما يحصل للأسف نتيجة لتحالف بين كل الطبقات السياسية الفاسدة بمعظمها وبين ميليشيا السلاح التي تغطي الفساد فيما هم يغطون إرهابها وهي متشاركة معهم في الفساد، وأقصد هنا ميليشيا حزب الله وكل الطبقة السياسية. في ظل الاتهامات المتبادلة بين ميشيل عون وسعد الحريري حول تعطيل تشكيل الحكومة، يعني ماذا بعد؟ إلى أين تتجه الأمور؟ هل سيكون هناك تدخل دولي أم أن فعلا لبنان ذاهب إلى الانهيار؟ سعد الحريري هو الذي ساهم بقدوم ميشيل عون لرئاسة الجمهورية وهو يتحمل المسؤولية السياسية الكبرى عن هذه الخطيئة، وهم اتفقوا، أي سعد الحريري وميشيل عون وفريقهم اتفقوا على تقسيم المغانم السياسية والموارد المالية والخدماتية للدولة، فكانوا شركاء في التقسيمات وهذا ما أدى إلى انهيار البلد. ليس هنالك محاسبة، هم اتفقوا جميعا على تقسيم خيرات لبنان وأموال الناس الخاصة والعامة، فنهبوا وسرقوا وأصبح الفساد عنوانا لكل طرف سياسي ليزداد من أي وزارة يأتي إليها، وأصبح التناطح بينهم هو من يستلم هذه الوزارة أو تلك الوزارة وما هي الخدمات والاستفادات التي يمكن أن يحصلوا عليها. فجاء انهيار البلد نتيجة لهذا التحالف بينهم. للأسف نحن نشهد حالة فساد لا مثيل لها في العالم، حالة فساد أخلاقي وقانوني وسياسي واقتصادي ومالي. نعم. وهناك تفاصيل كثيرة الوقت لا يسع لنا أن نشرحها، ولكن إلى أين لبنان؟ لبنان لن يستقيم إلا إذا تم محاسبة تلك الطبقة السياسية. نحن أمام انهيار كبير لم يتم توقيف أي فاسد أو أي سياسي سرق أموال الناس. شكرا جزيلا لك. الطبقة السياسية اتفقت على ذلك. نعم. إذن من بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي طارق شندب كنت ضيفا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.